السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي. تنبت في الأرض من غير أن تزرع، ولكنها الآن تستزرع، ولا ورق لها ولا ساق وبدون جذور. وعن الثورة العلمية التي أسس لها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يسعدنا أن نستضيف صاحب كتاب الدواء المعجزة، والذي أهداني نسخة منه مشكورا. يسعدنا أن نستضيف الأخ محمد مروان دعاس من رومانيا. أهلا دكتور علي، شكرا لاستضافتكم على قناتكم الموقرة والمفيدة والتي تأتي دائما بمواضيع قيمة. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تمكنكم في الأمور العلمية والأمور المفيدة للبشرية. بارك الله فيكم. يا ريت تعرف المشاهدين بنفسك لو سمحت، بارك الله فيك. أنا محمد مروان دعاس، سوري الجنسية، والأصل والأساس رجل أعمال، ومقيم في رومانيا منذ عام 1990 إلى الآن. قبل ذلك كنت في الكويت منذ عام 76 إلى عام 1990. وأهلا وسهلا، تشرفنا في لقائكم دكتور. كيف بدأت عندك فكرة عمل الأبحاث عن الكمأة؟ ومتى؟ وما هي الدول التي قدمت فيها الأبحاث؟ حقيقة دكتور هذا سؤال كبير جدا. في عام 1981 عندما كنت أعمل في تجارة الكمأة وأستوردها إلى الكويت من سوريا ومن تونس ومن ليبيا ومن المغرب، فأتى أحد الأصدقاء بكتيب عنوان الكتيب الطب النبوي، وفتح على صفحة هي التي غيرت مجرى حياتي منذ عام 1981 إلى اليوم. الحديث النبوي الشريف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. فعندما سمعت لأول مرة في هذا الحديث النبوي الشريف بدون أن أفكر لثانية واحدة أو لبرهة أو لدقيقة أو للحظة، فورا اتخذت القرار كما يلي: سوف أصنع القطرة من الكمأة تصديقا، وسوف أجري الأبحاث العلمية تحقيقا. فكان ذلك في عام 2006 عندما بدأت الأبحاث في رومانيا في معهد العالمي الروماني للبحث والتطوير العلمي الكيميائي والصيدلاني، والمختصر العلمي له ICCF، وكان ذلك في عام 2006. والحمد لله، يعني كانت في صعوبات كبيرة جدا حتى استطعنا أن نقنع مركز الأبحاث بأن يقوم بهذه الأبحاث، حيث أنهم كانوا رافضين لإجراء الأبحاث بسبب أنه لا يمكن أن يخرج من مادة نباتية كالبطاطا أن نستخرج منها قطرة للعيون. وأنا كل ثقة أن القطرة ستخرج، وأن القطرة ستغير مجرى التاريخ، وأن هذه القطرة ستغير مجرى طب العيون في العالم. عن البلدان التي تم بها الأبحاث، فالحقيقة بعد أول عام من العمل في البحث العلمي في رومانيا، وتم استخراج أو الحصول على مكونات مادة الكمأة، فهي تحتوي على 13 معدن، معادن جدا مهمة، وجميع المعادن الموجودة في الكمأة تحتاجها العين كي تكون عين سليمة 100%. ومن ضمن المعادن المهمة اللي هي المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والسيلينيوم والزرنيخ والكروم، يعني لا أستطيع عد جميع المعادن، ولكن موجودة في براءة الاختراع المنشورة على الإنترنت، يعني لأي شخص ممكن حابب يشوف شو مكونات الكمأة ممكن يبحث في موقعنا على الجوجل على الإنترنت ويشوف براءة الاختراع موجودة هناك.
وأيضا في غير المعادن فيها البروتينات والحموض الأمينية، وفي أهم حموض أمينية 17 حمض أميني مترابطة مع بعضها بشكل سبحان الله من رقم 1 إلى 17 بشكل متناسق 100%. فيها مجموعة كبيرة من الفيتامينات، وفيها مجموعة كبيرة من يعني المواد الفعالة، على أهمها الليبيديتات اللي هي تقوم يعني بجميع معظم معالجة معظم أمراض العيون، فهي المادة الفعالة. وإن شاء الله يعني ما في مجال للتحدث عن المواد الفعالة في وقت قصير، تحتاج إلى كتب لهذا الموضوع. ومن ثم انتقلنا إلى الهند، وعملنا دراسة الجينيكال اكسسيتي الجينيتيكال توكسيسيتي اللي هي السموم الوراثية، عملناها في مدينة حيدر آباد في الهند بشركة RCC Laboratory، وهذه الشركة من أكبر الشركات العالمية في المختبرات حسب الستاندر GLP Good Laboratory Practical. وبعد ذلك دققنا جميع الأبحاث التي تمت في الأردن مع شركة تريومف فارما، وبعدها انتقلنا إلى تركيا في مجال الأبحاث السريرية، وتمت جميع الأبحاث الأولية السريرية في جامعة الطب البشري في بوخارست. ما هي الأمراض التي تم علاجها أثناء الأبحاث السريرية؟ من الأمراض الهامة جدا والمتعبة جدا والتي يشكو منها معظم سكان المعمورة بسبب التكنولوجيا وبسبب التليفونات والإنترنت والتلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر، فمرض شديد الخطورة اللي هو دراي آيز اللي اسمه جفاف العين، تتوقف الغدة الدمعية عن إفراز الدموع لترطيب سطح العين، وتسبب مشاكل وإزعاجات كبيرة جدا، حرقة في العين، ويشعر الإنسان كأنه في رمل بعيونه، ويشعر كأنه سطح العين يتشقق بشكل يعني كأن بمشرط، وذلك بسبب توقف الغدة الدمعية عن إفراز الدموع. فبفضل الله قطرة ماء الكمى تعيد الحياة للغدد الدمعية، وبخلال يعني يبدأ التحسن من أول شهر، يعني من شهر إلى 6 أشهر يعود العمل للغدد الدمعية، تعود الغدد الدمعية بإفراز الدموع، وهذا أمر عظيم جدا، حيث لا يوجد في العالم أي دواء يعيد يعمل أبديت أو ريجينريشن للغدد الدمعية على مستوى العالم، ولكن يوجد قطرات فقط للترطيب، عبارة عن مياه معقمة فقط لترطيب سطح العين لمدة بضع دقائق ولا أكثر. فالحمد لله هذا إنجاز عظيم جدا سيريح البشرية كاملة بإذن الله. أما بالنسبة للأبحاث السريرية التي تمت في تركيا على البشر، فكانت على الفيس 1 على مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين 20 و50 عام، بدون أن يكون لديهم أي أمراض، أصحاء 100%. وبفضل الله نتيجة التجارب والأبحاث كانت سليمة 100%، أي أن الدواء ليس له أي أعراض جانبية، والحمد لله. يعني المرحلة الثانية من الأبحاث كانت ناجحة جدا وبشكل تام 100%، والأبحاث الحمد لله منشورة في على المجلات العلمية، في ممكن اللي يبحث عنها يجد على مواقع الإنترنت، وبعضها منشور في الموقع تبعنا.
kamaizvet.com. أما بالنسبة للقيمة الغذائية لمادة الكاما فهي كبيرة جدا، يعني مادة الكاما بسبب غناها الكبير بالبروتينات وفي الكربوهيدرات وفي الأحماض الأمينية وفي الفيتامينات والمعادن، فهي من أقوى الأمور التي تغذي العظام وتقوية الأظافر وتقوية الشعر وتغذية مكونات دم الإنسان في المعادن، تغذية دم الإنسان في المعادن اللي هي طبعا يحتاجها جسم كل إنسان كي يكون جسم سليم، وعلى رأسها الحديد، مادة الحديد الحقيقة تحتاج إلى برنامج خاص للتحدث عن مادة الحديد والنظرية العلمية التي حصلنا عليها من خلال الأبحاث بالنسبة لإفادة مادة الحديد خاصة بالنسبة للبصر. شاهدت في بعض الفيديوهات في اليوتيوب تقول أن بعض أنواعها باهظة الثمن، فما هو تعليقكم على ذلك؟ كم الغالي جدا جدا جدا، ليست الكم الصحراوية إنما الكمة التي تنبت في الغابات على أشجار الاستجار والبلوط في أوروبا، حيث يصل سعرها إلى ثمن بالغة جدا جدا، تصل إلى آلاف الدولارات للكيلوغرام الواحد. هي من الاسم العلمي لها توبر ترافلز، في منها الوايت الأبيض وفي منها الأسود. أما بالنسبة للكمة الصحراوية، الكمة المعروفة لدينا التي هي المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وأصل هذا النبات من الجنة كما عرفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الكمة من المن وماءها شفاء للعين، المن الذي أنزل على بني إسرائيل. أما المكونات الكمة الصحراوية تختلف كليا وبدرجات كبيرة جدا عن الكمة الأوروبية، ليس لها أي علاقة بالكمة الأوروبية، مكوناتها تختلف كليا، والكمة الأوروبية غير صالحة لاستخراج دواء منها للعيون. أما سعر الكمة الصحراوية يعني لا تتجاوز 100-150 إلى 200 دولار، ممكن يوصل سعرها في السنوات اللي فيها كميات كبيرة من المواسم الكبيرة، يعني ممكن ينزل سعرها إلى 15-20 دولار للكيلوغرام الواحد. متى سيتم نشرها في الأسواق للاستخدام العلاجي البشري؟ أهلا دكتور، سألتني هل إذا كانت موجودة في الأسواق وهل تختلف من الاستعمال البيطري أو الاستعمال البشري؟ أنا قلت في سابقا أن العيون هي نفس العيون للحيوانات والبشر سبحان الله، ونفس الأمراض التي تنشأ عند الحيوانات تكون نفس الأمراض عند البشر. أما بالنسبة للأبحاث، الحمد لله نحن تجاوزنا مرحلة الأبحاث البيطرية والأبحاث البشرية على البشر، ولكن يعني نحن تم ترخيص الدواء للاستعمال البيطري لسهولة تصديره ولسهولة نقله وسهولة إصدار المستندات العلمية والفواتير ومستندات التصدير، يعني حيث أنه الدواء نقوم بتصديره إلى معظم دول العالم، إلى أمريكا وكندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، حتى أفريقيا. الحمد لله عندنا في وكلاء في نيجيريا، عندنا في مصر، عندنا في بعض المستوردين الكبار في السعودية، والحمد لله نعمل على أنه نقوي الإنتاج تبعنا، تكون الكميات أكبر من الكميات الموجودة حاليا، وكل شيء يعني بده بتوفيق الله عز وجل وحسب البرنامج، يعني الأمور ماشي حسب البرنامج الموضوع،
وذلك الفضل من الله. نشكرك جدا أخ محمد على هذه المعلومات القيمة، وتفضل إذا كان لديك أي إضافة. وفي الختام دكتور علي أشكركم للباقتكم ولعلمكم ولأدبكم ولحرصكم على منفعة البشرية، بارك الله بجهودكم. وأكرر وأقول أن هذا الدواء ليس ملك لمروان دعاس أم لشخص، هذا إرث للأمة، إرث للأمة الإسلامية جمعاء، وإرث للإنسانية. فعلى عاتق كل إنسان من أبناء هذه الأمة أن يبلغ بهذا الحديث النبوي الشريف وبهذا الدواء العظيم. أنا قد بلغت من الكبر عتية، ولا أعتقد أنني سوف أحضر الوقت الذي يكون فيه هذا الدواء في الذروة وفي القمة، ولا يبقى بيت من مدر أو كدر أو حجر إلا وسيدخل هذا الدواء، وسنثبت للعالم ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فهذا إرث لكم، وهذا إرث لكل إنسان يشعر بإنسانيته، ولكل مسلم يشعر بإسلامه، ولكل إنسان على وجه المعمورة. هذا العمل أتقدم به لسيدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ألقاه على الحوض، وأن يقول لي: حبيبي أخي مروان عني بلغت، وأن يكرمني بضمة بين ذراعيه، وأن ألقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عني. وأريد أن أضيف: لا يوجد شخص استعمل هذا الدواء إلا وأرسل لي فيدباك أو ريفيو عن نجاعة هذا الدواء، وذلك الفضل من الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك وبارك الله فيك. أود أن أشكر جميع أبطالنا، أفراد عائلتنا، متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة، أشكركم من أعماق قلبي، وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله. وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى، معكم أخوكم الدكتور علي القاسم. وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب، ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله، وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح. فكن واحدا منا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره، لأنك ستؤجر على فعل الخير، وهذا الخير اللي تفعله راح يرجع لك بطريقة أو بأخرى. أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة، وأشكر أيضا فريق العمل. بارك الله فيكم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.